هذا بيت اختي؟ عماد لا هي ميتة ولا هي عايشة، ريحتني هالمقوصة. نريد شربة مي. هلا بنخلص من الشرطة بيطلعوا لنا الغجع. هلا هي هي اختك؟ لا مو اختي. مبين عليها كأنه صاحبة البيت. وغشتيني رئيفة. اهدي اهدي، بركي تكون جارتها عم بتساعدها. هلا بنشوف. شبابي شبابي. عذبناك يا خيتي. بسيطة. ايش تريد منكم الشرطة يا خيتي؟ من شان هالمقوصة رجاها اختها لسعدة، من يوم ما هربت من الحبس والشرطة ما فرقتنا لا ليل ولا نهار. والله يا خيتي اني حبيتك واريد اني ابصر لك. هذا اللي كان ناقص، بدي لحق الغدا. طولي بالك يا خيتي، ما ناخرك مبصر لك بعجل. فرقوني بريحة طيبة ترى روحي واصلة لمناخيري. ايه اسمعي مني يا خيتي، اقبلي وخلينا نشوف لك بختك. مشكورة يا خيتي. صحة. يقول الودع انك ساكنة جديد في هذا المكان. مزبوط. وكان في قبلك وحدة ساكنة معلولة، الوجع هاد حيلها. كمان مزبوط، هي سعدة اختها للمذبوحة رجاها يلي عم يخفقوا لعنا الشرطة بسببها. وكان معاها لهذه سعدة بنية صغيرة، لا هي بنيتها ولا هي غريبة عنها. مزبوط، هالبنت اللي عم تحكي عنها بتكون بنت اختها لسعدة، ودياب بيقول لي انه ودتها لميتم من مدة. وايش ايش يخليها ترمي بنيها الصغيرة في ميتم؟ ايش هي ما عندها قلب؟ اللي عرفته من دياب انه خالة البنت ودتها لميتم مشان ما تضيع بعد ما سمعت انه امها حتنعدم، وبعدين فجأة ما سمعنا الا انه رجاها هربت من الحبس. ومين يقول لك دياب يا خيتي؟ يي دياب جوزي. خالة البنت وين؟ خالة البنت اعطتك عمرها. كأني رأيت في دارهم وليد يوم اللي طبيت عليهم وأريد مي. ايه هذا الصغير ابن رجاها واخدوه معهم واكيد عايش معهم ببيروت. وحدي الله يا رجاها لابد انها تفرج باذن الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فيكي تقولي ليش بدها تفرج؟ اذا ابني ببيروت والشرطه عم تلعني نقر لقرني. اهدي ولا تجني، شغلتك بدها هداوه وطولة بال. ومن وين بدها تجيني الهداوه؟ فيكي تفهميني اذا الابواب اللي هربت من شانها من الحبس طلعت مسكره كلها بوشي. كل الابواب رح تنفتح باذن الله، بس انت خلي ايمانك بالله كبير. لا اله الا الله محمد رسول الله.